يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تديه لام. ماشي ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. انت دماغك عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعه واحده بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى. انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنه، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موزه ركبت معاك العربيه وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقول لك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. بقى عرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها انا فين حقي؟ فين الموبايل؟ قومي بقول. ها فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا ايه؟ ها ها